لازم تبدأ من هنا واستمر بالصعود حتى لو كان في محطات توقف. طبيعي ارجع وتابع تقدمك، لكن بحذر. المنطق يقول كذا صح، يبيلها كافي للتركيز والتخطيط والعمل. هذا مبدأي وأسلوب حياتي، وأكيد بتحقق الهدف. السلام عليكم ومسيتم بالخير، حياكم مع عمر جبران الغامدي من أجمل المدن مدينة أبوظبي. راح أطلع الحين على قارب برحلة خرافية. أبوظبي أكثر مدن الشرق الأوسط تطوراً وأسرعها نمواً، تحافظ على البيئة عبر استخدام الطاقة المتجددة بشكل أكبر ومتزايد يومياً. فيها ثروة حيوانية ونباتية هائلة، إضافة لذلك هي أأمن مدينة في العالم وأذكى مدينة في الشرق الأوسط، ما يجعلها الوجهة المثالية الملائمة للعيش. والأهم واللي هو الموضوع لهذا المقطع بيكون عن سوق أبوظبي للأوراق المالية اللي بيعتبر من الأكبر في العالم العربي. واليوم أنا متوجه إلى أبراج الاتحاد عشان أعلمكم بالضبط كيفية الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية. مرحبا يا عمر. عمر جبران، كيف الحال؟ محمد الزعابي، والله وستين نعم. كيف الحال؟ شخبارك؟ الحمد لله. ADX؟ هي نعم، سوق أبوظبي الأوراق المالية. ما شاء الله تبارك الله. وش تعمل هناك أستاذي؟ والله يا طويل العمر نحن مسؤولين عن تطوير الأعمال في سوق أبوظبي الأوراق المالية. ودنا ندردش معك شوي ونفهم أكثر عن الموضوع. أكيد. هذا أكيد. مشينا للداخل؟ يلا تفضل معي أستاذ. إنما الناتج المحلي الحقيقي الغير نفطي لإمارة أبوظبي في سنة 2021 لأكثر من 4%. جميل، 4% هذا اللي تقول لي الارتفاع الهائل، هذه في الغير نفطي. هذا في نعم في الناتج المحلي الغير نفطي. نعم. Artificial Islands هذه ها؟ يا سيتيزن جزر صناعية. نعم صحيح. جميل جدا المكان هذا واللوحة الفنية الجميلة، إلا أن الاقتصاد اللي وراه قوي. صحيح نعم. فنبغاك لو سمحت تخبرنا عن السوق المالية بأبوظبي. تمام. سوق أبوظبي الأوراق المالية تأسس في 15 من نوفمبر لسنة 2000. من عام 2000. من عام 2000، فنحن like 22 years old. كان الهدف الرئيسي من إنشائه هو دعم اقتصاد دولة الإمارات. حلو. وخلق بيئة استثمارية عشان إنك أنت اليوم تجذب المدخرات المالية، الاستثمارات المحلية العالمية، تكون هب على أساس فرص نمو للشركات الموجودة هنا في الدولة، بالإضافة للشركات اللي حابة إن هي تتخذ من أبوظبي مقر لأنشطتها مثلاً والتوسع في. ما بس في أبوظبي، خلينا نتكلم حتى في الشرق الأوسط وفي العالم بشكل عام. في مارس 2020 نعم. تحول السوق من مؤسسة مستقلة إلى شركة مساهمة عامة. حلو. مملوكة بالكامل شركة أبوظبي القابضة، واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى العالم. هدف السوق اليوم الرئيسي إنه كذلك يوفر بنية تحتية للمستثمرين وللشركات لتداول مختلف الأدوات المالية. اليوم ما نتكلم عن أسهم فقط. نعم. نتكلم عن أشياء ثانية، نتكلم عن اليوم سوق المشتقات المالية، نتكلم عن تداول سندات الدين، نتكلم عن تداول صناديق الاستثمار المتداولة هني، نتكلم اليوم عن إدراجات مختلفة، أنواع مختلفة من الإدراجات على أساس أنك أنت تحاول تستوعب الكم الهائل من الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة هني. حلو 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 جدا. الآن الشركات لها تسهيلات في أبوظبي، ولا إذا كنا نعد بنستثمر هنا فلازم يكون في نوع من التسهيلات أكيد عشان تجذبوننا، فممكن لو سمحت تعلمنا شوي عن هذه التسهيلات. تمام. نحن كسوق ندخل معاك من مرحلة ما قبل الإدراج أو ما قبل الاكتتاب هنا، نوفر الدعم اللازم لك
من ناحية مثلا نقوم بعقد اجتماع مع مثلا فريق العمل الخاص بالشركة، سواء الإدارة العليا، نتكلم عن الاستشاريين القانونيين والماليين، بنوك الاكتتاب، نتكلم عن الوضع الحالي للسوق المالي هنا، نتكلم عن وضع الاقتصاد، هل هو مناسب مثلا حجم السيولة اللي موجودة في السوق، الشهية المستثمرين مثلا تجاه هذا القطاع، لأنه ضروري جدا اليوم انت كشركه قبل ما انك تختار مثلا الدوله اللي راح تدرج فيها او شيء، انك تشوف شو السوق هذا، شو الوضع الاقتصادي في هاي الدوله، هل هو مناسب للنمو او ما الى ذلك. حلو. بعد ذلك ننتقل لمرحله نحن نقولها مثلا خلال الادراج during الاي بي او مثلا. تمام. في هذه المرحله طبعا نحن اليوم كسوق نوفر منظومه متكامله لعمليات الاكتتاب، اداره عمليات الاكتتاب تكون عن طريق السوق نفسه، ما نستخدم اليوم نحن ثيرد بارتي على اساس نوفر هذه الخدمه. جميل. عندنا نظامنا الخاص بعمليه الاكتتاب، كذلك نقوم بعمليه نشر الوعي، نقوم باعداد جلسات خاصه بين الشركه وبين نحن نسميهم الوسطاء. استخدمت كلمه اكتتاب، قلت اي بي او، هي نفس الشيء؟ هي نفس الشيء المصطلح. ممكن تعلمنا وش هو الاكتتاب يعني، بس عشان الناس اللي ودهم عادي يعرفون اكثر. شوف، الاكتتاب خلينا نقول عمليه عباره عن طرح اسهم شركه، حلو، مساهمه عامه مثلا تدرج في سوق مالي. جميل. اليوم انت على اساس انك تدرج في السوق المالي في عندك اكثر عن خيار. خيار الاكتتاب نفسه هذا يأهلك اليوم كشركه انك تدرج في السوق الرئيسي. حلو. السوق الرئيسي هو سوق مخصص لادراج الشركات المساهمه العامه. نعم. عباره عن طرح جزء من اسهم الشركه هذا للاكتتاب العام للجمهور. طبعا يكون في اكثر عن فئه، فئه المستثمرين المؤهلين، المستثمرين العاديين، فئه الشركات، يتم تغطيه كل الفئات وحجم حجم الاكتتاب المخصص حق كل فئه في نشره الاكتتاب الخاصه في الشركه نفسها. جميل جميل. والديول ليستنج برضو سمعت عنه؟ صح. الديول ليستنج واحده من الخيارات حتى اللي موجوده اليوم عندنا، طرح الثنائي مزدوج الادراج. مزدوج الادراج، مزدوج الادراج. اليوم نحن في السوق بشكل عام عندنا اكثر من خيار الادراج. طيب، الاول اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو الاكتتاب، الاكتتاب العام، او احنا نقول السوق الرئيسي. تمام. تمام. الثاني نقول الدول ليستنج اللي نتكلم عنها، هو عباره عن مثلا في بعض الشركات المدرجه في اسواقها الام وحابه انها تتوسع اليوم تدخل في اسواق ثانيه مثلا. جميل. فهذا يعتبر ادراج مزدوج، فتكون الشركه مدرجه في اقل شيء سوقين. طبعا ممكن تدرج في ثلاثه او اربعه، ما عندك مشكله. ما يعتبر اي بي او، بيكون طرح اولي في ابو ظبي، بيكون طرح اولي في تو اوبشنز. اوكي. اليوم كشركه، طيب، في تو اوبشنز، يو ار ريدنج ماي مايند. جالس اتعلم كثير. كويس. مره مبسوط. شوف، كشركه ممكن ان هي تنقل جزء من الاسهم اللي موجوده فيها. حلو. فنفرض مثلا 20 او 30% من راس مالها تنقلها في السوق الثاني. تمام. ويتم التداول في الجزء نفسه هذا، ففي الحاله هذه ما راح يكون اي زياده في راس مال الشركه. جميل. هي نفس الاسهم جزء منها تنقل مثلا سوق المال ويبدا التداول. الانترستينج بارت هنا وين؟ سوق ابو ظبي هنا يوفر بالاضافه لهذه الميزه، يوفر ميزه ان في حال هذه الشركه حابه ان هي اصلا تزيد راس مالها عبر ادراج مزدوج واكتتاب في نفس الوقت. فاليوم هي راح تدرج مثلا في سوق ثاني، لكن في نفس الوقت ما راح تنقل الاسهم اللي موجوده حاليا عندها في السوق الثاني، لا، حابه ان هي مثلا كابتشر نقول مستثمرين جدد. جميل. فتطرح تاخذ الموافقات المبدئيه المطلوبه، تطرح اسهم جديده للاكتتاب قبل الادراج في السوق هنا. فتطرح اسهمها للاكتتاب، يتم الاكتتاب، يتم رفع راس مال الشركه، بعد ذلك الحصه هذه اللي تم طرحها في الاكتتاب تدرج، لكن يعتبر ادراج مزدوج. جميل. فتو اوبشنز حق الشركات حتى مزدوجه الادراج. الخيار الثالث نحن عندنا سوق نمو. نعم. اللي هي تعتبر العلامه التجاريه الجديده حق السوق الثانوي او السوق. نعم. الموازي. كان سؤال الثاني اللي لك او زين سالتك على المسار، تفضل. زين. سوق نمو اللي احنا نقول العلامه التجاريه الجديده للسوق الموازي، فرصه حق الشركات المساهمه الخاصه. جميل. اليوم الشركات المساهمة الخاصة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي. نعم. الدول، متكلم حتى عن دولة الإمارات بشكل خاص وكذلك عن الدول بشكل عام، لابد أنك توجد لهم بيئة خصبة على أساس أنهم الجماعة هذيلا إنسايز. نحن نتكلم اليوم أصغر من الشركات المساهمة العامة. نعم. بس مش معناته أنك أنت كسوق مالي ما توفر لهم هذه البيئة. فنحن في السوق هناك موفر لهم شروط إدراج ميسرة، نتكلم عن نشاط تداول وتريدينج وهذا تستسيم نفس المساهمة العامة، لكن لما تيجي لما تتكلم عن إدراج الشركة الخاصة، الريكوايرمنتس الخاص بالشركات هذه فيها مرونة أكثر من الشركات المساهمة العامة. حلو. نتكلم عن مثلا رأس مال أقل شيء 5 مليون درهم مثلا،
مقارنة مثلا برأس مال 30 مليون درهم في الشركات المساهمة العامة. تمام، نتكلم عن عدد مساهمين أقل جدا أو عدد مؤسسين أقل من المطلوب في الشركات المساهمة العامة. حجم السوق هذا باي ذا وي حاليا في السوق الأبوظبي يوصل قرابة 75 مليار درهم. 75 مليار. نعم 75 مليار درهم للجروث. نحن نتكلم فقط عن الجروث اللي هو سوق نمو. وقاعدين نشوف اليوم الشركات هذه قاعدة تنجذب أكثر لهذا السوق لأنها تعتبر فرصة لهم للارتقاء. نروح للجهة الثانية ونكمل. يلا تمام. يلا مشان. فأنت الآن علمتني عن التسهيلات اللي تعطونها للشركات قبل الاكتتاب وبعد الاكتتاب، أو بالأحرى قبل الإدراج وخلال الإدراج. وخلال الإدراج. صحيح. طيب بعدها. بعد الإدراج. بعد الإدراج العلاقة تستمر بين السوق والشركة لأن ما تنتهي بمجرد الإدراج هنا. اليوم نحن كذلك نوفر خدمة إدارة اجتماع الجمعيات العمومية للشركات. في 2018 نحن كنا أول سوق مالي في المنطقة يطبق تقنية البلوكتشين تكنولوجي على إدارة اجتماع الجمعيات العمومية، لأن تدري هاي الاجتماعات يكون فيها تصويت على بعض البنود اللي تكون فعلا حساسة. ف ارتأى السوق اليوم أن يقدم تقنية البلوكتشين على أساس الضمان خصوصية وأمان هذا النوع من خلنا نقول من التصويت اللي يصير خلال هذه الاجتماعات. كذلك نحن اليوم عندنا منظومة خاصة بتوزيع أرباح الشركات. اليوم سوق أبوظبي يوزع ما يقارب من 30 مليار درهم سنوياً. 30 مليار ديفيدنس بس؟ يس ديفيدنس على الشركات المدرجة اللي موجودة هنا. كل الشركات المدرجة في السوق تقوم بعملية توزيع الأرباح عبر منظومة الأرباح الخاصة في الشركات هذه. نعم. يتم دفع الأرباح هذه دايركت في الحسابات البنكية المسجلة في نظام السوق هنا. كذلك نوفر بيئة خاصة لصناعة السوق. عندنا ثلاث شركات مرخصة لصناعة السوق. يتم تعاقد بين الشركة وصانع السوق لتوفير سيولة عالية مثلا من بعد الإدراج على ضمان استقرار سعر السهم وخلق السيولة المناسبة لي. كذلك نحن عندنا حاليا خمس أمناء حفظ عالميين. طبعا أمين الحفظ بشكل رئيسي يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق. اليوم نحن نتكلم عن بنوك عالمية مثل HSBC وسيتي بانك وفيرست أبوظبي بانك دوتشا بانك وستاندرد تشارتر بانك. هاي بنوك لها وزنها اليوم في الاقتصاد هنا. نعم. فتساهم أصلا في دفع اليوم التدفق النقدي الأجنبي في السوق. الاستثمارات اليوم صافي الاستثمار الأجنبي في السنة اللي فاتت في سوق أبوظبي لحالة كان 18 مليار درهم مقارنة مع Q1 مثلا. فنتكلم Q1 2022 وصلنا ل 8 مليار فقط في 3 شهور. فالسنة اللي فاتت كانت 18 مليار خلال 12 شهر. أول 3 شهور من 2022 نحن وصلنا تقريبا 8 مليار درهم. هذا خلينا نقول اليوم دليل قوي على متانة الاقتصاد وجاذبية السوق اليوم للاستثمارات بشكل عام المحلية والأجنبية. حلو 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 حلو. فأنواع الإدراج اللي قبل شوي قلت لي عليهم. صح. أعتقد أنك ذكرت لي 2. ما نسيتهم. من أصل 6. صح. نحن عندنا initial public offering الاكتتاب الرئيسي. هذا السوق الرئيسي. العام. نعم. وبعدين قلنا شيء اللي هي سوق نمو. سوق النمو. نعم نعم. بعدين وغطينا اللي هو مزدوجة الإدراج. مزدوجة الإدراج الدول لستنج. هذه الثلاث الأوبشن فور. إحنا نتكلم اليوم عن إدراج شركات المناطق الحرة. اليوم تخيل عمر عندنا نحن فقط في الإمارات نتكلم عن 45 منطقة حرة. كمنطقة حرة نتكلم عن 45 منطقة حرة في دولة الإمارات تضم أكثر عن من 80 لين 90 ألف شركة. صدف اليوم بهذا التاريخ نحن اليوم أول ثاني اكتتاب خاص بفري زون كمباني. اليوم بداية اكتتاب في شركة بروج. هي وحدة تعتبر وحدة من شركات الفري زون. حلو. تمام. شركة بروج شركة مملوكة حق أدنوك شركة استراتيجي بولارس. بعد ذلك النوع الخامس نتكلم عن إدراج الشركات العائلية. الشركات العائلية. الشركات العائلية. اليوم نحن وجدنا حسب الإحصائيات اليوم أن 70-80% من الشركات اللي هي ذات مسؤولية محدودة أو الشركات الخاصة هي فعلا شركات عائلية. نعم. family business موجودة. نعم. هني وعمرها مش أقل عن 30-40 سنة. تم إصدار قرار الحوكمة الأخير للشركات العائلية في إمارة أبوظبي.
حلو. يهدف لضمان استمرارية هاي الشركات. جميل. يهدف لهزل الإدراج حتى في أسواق المال. حاليا نحن نشتغل على جذب هذه الشركات، توفير منصة خاصة فيهم لتداولات، نوفر لهم الدعم المطلوب. حلو. نعرفهم على الفوائد اللي ممكن تجنيها هاي الشركة مجرد ما أنها تدرج في سوق المال. نتكلم عن إدراج الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ، أو اللي نسميها باختصار السباك. هذا النوع السادس والأخير. هذا النوع السادس والأخير. هي. سوق بوظبي في يناير 2022 كان أول سوق في المنطقة يصدر اللوائح الخاصة بإدراج هذا النوع من الشركات. جميل. الغرض من هاي الشركات أنها هي شركة تطرح اسمها للاكتتاب، يتم جمع مبلغ من المال حسب القرار الموجود هنا، مينيمم يكون 100 مليون درهم. المبلغ هذا يتم استخدامه فقط لأغراض الاستحواذ. الأسبوع اللي فات نحن أنهينا أول عملية IPO تخص سباك كمباني. هي الأولى في المنطقة، كانت عبارة عن شراكة بين ADQ شركة بوظبي القابضة وبين شركة شميرة للاستثمار. جميل جميل. نعم. جدا. فهذه كل الانواع حاليا الإدراج. حاليا هذه كلها ما نعرف على المستقبل كيف بيكون، لكن حاليا هذه هي الطرق اللي موجوده امامنا. نعم. الادوات الماليه ابغاك تعلمني عنها. شوف، تنوع الادوات الماليه اليوم في اسواق المال تنوع لك فئه المستثمرين اللي ممكن انك تجذبهم ويستثمرون عندك في السوق. اليوم نحن عندنا في سوق بوظبي الاوراق الماليه ادوات متنوعه. حلو. عندك مثلا اليوم البيع على المكشوف الفني والمغطى، عندنا آلية اقراض واقتراض الاوراق المالية، عندنا البيع على الهامش المارجن تريدينج. حلو. في نفس الوقت اليوم في 2021 استحدثنا سوق الديريفيتيف ماركت اللي هو سوق العقود المستقبلية. طبعا هي آلية تتيح للمستثمر تداول العقود قصيرة الاجل بناء على سعر السهم. حلو. شفناها إضافة جديدة للتداول العادي اللي هو تداول على الأسهم أو شيء. حلو. كذلك عندنا تداول صناديق الاستثمار، فصندوق الاستثمار نفسه يعتبر صندوق متداول مبني على خلينا نقول سلة من الأسهم اللي موجودة هنا. في السوق اليوم عندنا 4 صناديق استثمارية برأس مال يقارب 430 مليون درهم. في بعض الفندز هذا اللي موجودين مرتبطة بأسهم محلية في دولة الإمارات، كذلك في بعض الصناديق مرتبطة بأسواق خليجية أخرى. يعني على سبيل المثال اليوم عندنا صندوق مثل شميرة S&P السعودي شريعة كومبلاينس. هذا عبارة عن صندوق استثماري في the top 30 liquid companies في السوق السعودي. بالتالي معناته اليوم المستثمر لما يشتري في هذا الصندوق، اليوم إذا نشتري في هذا الصندوق في الإمارة في أبوظبي، معناته أنا قاعد اليوم أملك أسهم في السوق السعودي. الأدوات. نعم. هذه جميلة جدا، أعطيتنا أنواع إدراج كثيرة، علمتنا عن الأدوات والمحفزات. الله يعطيك العافية. الله يعافيك على كل الشرح اللي أعطيتنا. يا أنا استفدت وتعلمت منك كثير، وأشكرك على وقتك. واجب. مشكور يا عمر، جزاك الله خير. الله يسلم. وإن شاء الله لينا لقاء قريب بإذن الله. إن شاء الله. أبوظبي بكل تطورها ومقوماتها هي مدينة الحلم، المدينة اللي بتأسر قلبك بتنوعها وغناها وفلسفتها القائمة على الإبداع والابتكار في كل المجالات. هي منارة للإنسانية، وفيها تتحقق الأمنيات ويتحقق المستحيل، من دون أن ننسى التطور والإبداع الذي يجعل الأمور سهلة في كل قطاعات الحياة.